سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانة، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانة، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 شكرا. مدينة زلفانة، مدينة الجمال، المدينة السياحية، من الصنف الأول. والله سعيد جدا جدا جدا. على بالكم قبل كي تكلمنا مع السيد الوالي وتكلمنا مع كامل القائمين على الثقافة، وتكلمنا باش نزوروا ولاية غردايا، الوالدة تاعي ربي يحفظها هي اللي قالت لي يا وليدي لما رحتوش لزلفانة ما درتو والو. للأمانة للأمانة. ودرك كي جيت لزلفانة فهمت علاش، فهمت علاش ليش الغردايا وما جاش لزلفانة ما شاف والو. والله استقبال جد وحار، يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. احنا رانا اليوم في هذا الحفل التربوي، هي رسالة تربوية حقيقة في قالب ترفيهي شوية، ولكنها تبقى رسالة تربوية توجيهية لأطفالنا، لأنهم مسؤوليتنا احنا كامل كأولياء كمواطنين توجيه الطفل وتربيته على وتربيته على القيم، على القيم اللي احنا تربينا عليهم. راكم في عطلة؟ تحبوا العطلة؟ وتحبوا المدرسة؟ استنى وتشوف. تحبوا العطلة؟ تحبوا المدرسة؟ جميل، المدرسة أكثر. برافو برافو. أنا حبيت نطلع هاد العرايس هادو اللي راهم هنا، تعالوا تعالوا. لم لابسين هاد الزي التقليدي هذا، وراهي العروسة اللي كانت لابسة كاراكو هنايا، كانت واحد العروسة هنا لابسة كاراكو، وراهي. تعالوا 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 تعالوا. اروحوا هنا قدام عمو يزيد. واسمك بنتي؟ ريتاج. ريتاج شحال في عمرك ريتاج؟ سبعة. سبع ايام؟ نعم سبع ايام. ايه سبع شهور؟ لا سبع واش؟ سنوات. سنوات، الله يبارك الله يبارك بنتي. عمو يزيد يحب يضحك معكم برك. واسمك بنتي؟ سندس. سندس شحال في عمرك سندس؟ 11. 11 يوم؟ نعم. 11 واش؟ سنة. 11 سنة، الله يبارك. واش راكم لابسين؟ واش هاد الزي هذا؟ تعرفوا الزي التقليدي؟
تعرفين زي هذا اللي لبسته زي التقليدي؟ ملحفة. 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 والله الزي التقليدي الجزائري وراه العروسة الأخرى. جبتوها؟ تعالي بنتي تعالي 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 تعالي. على بالكم البلد لما تسافر أي بلد وش راح تكتشف فيه؟ تكتشف الثقافة والتقاليد والعادات. احنا لازم نتمسكوا بالعادات تاعنا. واسمك بنتي؟ فاتن. فاتي؟ فاتن. فاتن. عم بالي قلتي لي فاتي خلعتيني. فاتن شحال في عمرك بنتي؟ 9 سنين. 9 سنين. شاطرة في الدراسة؟ ايه. قراي مليح؟ قراي مليح؟ ايه. فوالا. الله يبارك الله يبارك. أطفالنا والبراءة. أطفالنا والبراءة. إذن هذه فرصة باش نتمنوا عاداتنا وتقاليدنا وحتى الزي التقليدي الجزائري اللي الناس كامل تهضر عليه في الخارج وكامل، احنا اللي لازم نعطوا له قيمته ونتمنوا فيه. واش رايكم أحبائي؟ عمو يزيد لكم أغنية. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونزحنا، وها نحن اليوم في عطلة، وها نحن اليوم في عطلة. ولكن لازم تتبعوا مع مو يزيد في الأغنية، يقول: أساعد أبوي في البيت، أسافر، أرسم، أقرأ كتب، أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهوا لعبا. أحبائي وقت اللهو واللعب جميل أن الطفل يلهى ويلعب وكامل ويفرح، ولكن تنظيم الوقت بين الجدي واللهوي. من بعد كاين أغنية أخرى يديرها عمو يزيد ليقول فيها: والتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما. برافو. العطلة. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة، وها نحن اليوم في عطلة. جاءت العطلة، جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة، جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقات سعيدة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقات سعيدة، نمضي أوقات سعيدة. جاءت العطلة، جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة، جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. أساعد أبوي في البيت، أسافر، أرسم، أقرأ كتب، أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهوا لعبا. أساعد أبوي في البيت، أسافر، أرسم، أقرأ كتب، أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهوا لعبا، لا أمضيه لهوا لعبا. جاءت العطلة، جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة، جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. شكرا 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 أحبائي.
أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهوا اللعبة. عمو يزيد لكم أغنية الجد. هذه الأغنية أي صفحة أغنية الجد؟ يا ابني شمر للجد، صفحة 20. يا ابني شمر للجد. عمو يزيد في هذه الأغنية وش يقول؟ يقول: راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم. أحبائي، مراجعة الدرس في نفس اليوم مهم جدا جدا جدا. مشي تقرأ الدرس اليوم في المدرسة، بعد ترجع للبيت تتناسى هذاك الدرس وتروح تقرأه في يوم الامتحان، ما تقدرش، لأنه من هذاك الوقت إلى الامتحان. تعالي بنتي، تعالي تعالي تعالي، روحي بنتي روحي، وش راكي؟ لاباس؟ واسمك؟ سناء. أكيد فرحانة لك هنا؟ الله يبارك، ابقي معنا، ديروا لها مكان هنا في بي، ديروا لها مكان هنا تاع كبار الزوار. الله يبارك، الله يبارك. أحبائي، إذن وكذلك في أغنية الجد عمو يزيد: وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو، فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما. أحبائي، التلميذ الحادق هو اللي يعرف يوزع وقته بين الجد واللهو. وعلى بالكم بالمراجعة لازمها تتقسم طيلة السنة، مشي تروح ترقد شهر شهرين، ومن بعد كيجي أسبوع لامتحانات تبدأ تقرأ الليل مع النهار، ومن بعد تتعب وما تقدرش تواجه الامتحانات. إذن راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم. يلا. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم، تصبح أنجب من في القسم، فالعلم شرط التمكين، فاسعى إليه ولو في الصين، فاسعى إليه ولو في الصين. راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم، تصبح أنجب من في القسم، والعلم شرط التمكين، فاسعى إليه ولو في الصين، فاسعى إليه ولو في الصين. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو، ما بين الجد واللهو، فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما، ما فرط في درسه يوما. وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهو، ما بين الجد واللهو، فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما، ما فرط في درسه يوما. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. فاكسب علما تبني وطنا، سابق واشغل فيه الزمن، سابق واشغل فيه الزمن، واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المثلى، من بين الغايات المثلى. فاكسب علما تبني وطنا، سابق واشغل فيه الزمن، سابق واشغل فيه الزمن، واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المثلى، من بين الغايات المثلى. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد. شكرا. فالدنيا ميدان الكد. أحبائي، العلم شرط التمكين، فاسعى إليه ولو في الصين. يا أحبائي، العلم، طلب العلم واجب على كل مسلم،
ومسلمة. يا أحبائي، العلم نور والجهل، اطلبوا العلم من المهدي إلى 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 اللحدي. برافو برافو برافو. يقدر يقول لي وقتاش اليوم العالمي للغة العربية؟ ما عندوش بزاف من اللي فات. إذن الشطر الأول تاع السؤال هذا، والشطر الثاني تاع السؤال، واش صرا في هذاك اليوم؟ علاش ولات اللغة العربية داروا لها يوم عالمي؟ لازم نتفهموا، مش اللغة العربية صبحت عالمية، حاشا، لأن اللغة العربية لغة القرآن من بكري عالمية، ولكن في الأمم المتحدة داروا لها يوم عالمي، العالم كله يتوقف في هذاك اليوم باش يحتفل باليوم العالمي للغة العربية. إذن وقتاش، أي تاريخ، واش صرا في هذاك اليوم؟ يا فيفي شوفينا الشطرة هذه، شوفونا الشطرة هذه. يلا، واسمك بنتي؟ يسرى. واسمك؟ يسرى. يسرى، شحال في عمرك يسرى؟ 12. 12 يوم؟ سنة. شهر؟ أسبوع. أسبوع. سنة. سنة سنة. الله يبارك. شاطرة في الدراسة بنتي؟ شوية. كيف شوية؟ شوية. اسمها باباك وماماك راهم زعفوا عليك؟ نعم. زعفوا؟ نعم. واش وعدتيهم؟ فصل الثاني ندي معدل. أحسن. نعم. وعدي ثاني عمو يزيد. أنا حابك توعديني درك. توعديني؟ نعم. سير. أي خلاص، باش كي نرجع، خطرني معول نرجع في الربيع إن شاء الله. نرجع؟ إن شاء الله. إذن وقتاش اليوم العالمي للغة العربية؟ 15 ديسمبر. لا لا. لا لا. شوفوا الشطرة هذه، ولكن يجب الإجابة على الشطرين. اليوم؟ واش صرا في هذاك اليوم؟ شكون يعرف؟ يلا شوفوا الشطرة هذه. هاد الشطرة هادي. 14 ديسمبر. واسمك بنتي؟ زيادة سهيلة. زيادة كيفاش؟ سهير؟ سهيلة. الله يبارك بنتي. وقتاش اليوم العالمي للغة العربية؟ 14 ديسمبر. لا لا، مش 14 ديسمبر. لا 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 لا. يلا يلا شوفوا الشطرة هادي. واسمك؟ منال ميموني. منال ميموني؟ نعم. الله يبارك بنتي. شحال في عمرك؟
12. حتى قالت لك اللي معك باش عرفتي. 12 ماذا؟ 12 ماذا؟ 12 يوم؟ لا سنة. 12 سنة. وقتاش اليوم العالمي للغة العربية؟ 18 ديسمبر. برافو، 18 ديسمبر أحبائي، 18 ديسمبر. في أي سنة أصبح اليوم العالمي للغة العربية؟ معليش، هذا السؤال اقترحنا نجاوب عليه، ولكن واش صرا في هذاك اليوم؟ واش داروا؟ كيفاش ولات اللغة العربية عندها يوم عالمي؟ واش صرا؟ في الأمم المتحدة، يلا نسهل عليكم. واش صرا في الأمم المتحدة؟ شكون يعرف؟ شوفي الشاطرة هذه؟ شوفوا الشطرة هذه، عطوا لها الميكرو. واسمك بنتي؟ فاطمة. فاطمة، واش صرا في هذاك اليوم؟ عندما تكلم الرئيس بومدين باللغة العربية. لا لا، هذاك الحدث حدث كبير وجميل، ولكن يوم 18 ديسمبر هيئة الأمم المتحدة قررت شيء مهم جدا بالنسبة للغة العربية. واش هو هذاك الشيء؟ يلا 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 يلا، شوفوا الشطرة هذيك ليل هيك. واسمك بنتي؟ ملاك. ملاك، شحال في عمرك ملاك؟ 13 سنة. الله يبارك، شاطرة في الدراسة؟ شحال جبتي معدل؟ 13. الله يبارك، المرة الجاية نحب 16 أنا والفوق. يا غير الله يبارك، واش صرا في هذاك اليوم؟ عندما قال رئيس بومدين بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 لا، رئيس والي بومدين أول من تكلم باللغة العربية في الأمم المتحدة، هذه حقيقة يشهد لها التاريخ. ولكن هيئة الأمم المتحدة قررت شيء في هذاك اليوم بالإجماع، داروا حاجة مهمة جدا 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 للغة العربية. شوفوا الشطرة هذه. واسمك بنتي؟ حجاج سعيدة. سعيدة، وانت سعيدة في حياتك يا سعيدة؟ راكي سعيدة ولا تعيسة؟ سعيدة. سعيدة، الله يبارك، أنا نحبكم دائما سعداء. إذا بنتي واش صرا في هذاك اليوم؟ مسابقات. لا 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 لا، معلش 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 معلش، يلا راح نجاوب أنا. خلاص خلاص، تعالي بنتي تعالي، أعطيني الهدية تاعها. وقتاش اليوم العالمي للغة العربية؟ 18 ديسمبر. 18 ديسمبر، أعطيني الهدية تاعها. إذا بنتي ذكرهم باسمك. منال. ميموني منال. منال، الله يبارك. إذا بنتي رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل، يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفادي بها. نعم شكرا. العفو العفو بنتي، العفو العفو. أحبائي، يوم 18 ديسمبر 1973 قررت هيئة الأمم المتحدة بالإجماع إدماج أن تصبح اللغة العربية لغة رسمية للأمم المتحدة. يلا نعطيكم فرصة أخرى، أصبحت اللغة العربية رقم كم؟ واو، هذه تعرفوها، هذه سهلة هذه. يلا شكون يقول لي؟ شكون يقول شحال؟ ستة. تعالي 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 تعالي، روحي هنا. إذا أصبحت اللغة العربية سادس لغة رسمية في هيئة الأمم المتحدة، يقدروا يديروا بها الخطابات، يقدروا يتعاملوا بها، أصبحت لغة رسمية. أحبائي، هذه الأشياء لازم تعقلوا عليها، هذه الأشياء مهمة جدا جدا. يلا جيبوا الشطرة هذه، أصبحت سادس لغة. واش رأيكم دركا؟ واللي تكلمنا على الجد وكامل، اللي ما يديرش الواجبة تاعو واش يصرى له؟ يتعاقب. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. تعالي منا. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. يلا نعطوا الهدية تاع صديقتنا ومن بعد نغنوا ويلاتي يا ويلاتي. أعطي الهدية تاعها، تعالي بنتي. إذن شيبس مهبول راعي برنامج مع مو يزيد وراعي هذا الحفل، يعطيك هذه الهدية المتواضعة إن شاء الله تستفادي بها. إن شاء الله. العفو العفو بنتي العفو، تقدري تبقي معنا، ديو لها مكان. يلا كامل كامل. ويلاتي ستعاقبني
يلا تغنوا معايا كامل. ويلتي يا ويلتي. لأشد العقاب ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي تعاقبني معلمتي لأشد العقاب. قالت أروني واجبكم وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. نسيت فروض الغداء وصرت الآن في مأزقي. ضيعت وقتي سودا في اللعب مع رفاقي. نسيت فروض الغداء وصرت الآن في مأزقي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لها كلا لم أقم به. صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به. صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. شكرا 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 أحبائي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. يا أحبائي على بالكم أجمل. بغيتي تجي لعندي؟ هيا أروحي. يلا أروحي تشوف روحي. أروحوا وش كاين فوق؟ تعالي منا 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 برك. يلا هيا اروحي اروحي تشوف اروحي. تحبي عمو يزيد؟ شحال شحال تحبي عمو يزيد؟ لبعة بركة. شحال تحبي عمو يزيد؟ شحال؟ بزاف. في عمرك 4. اسمع عمو يزيد هو اللي معليش عمو يزيد وليت خلطت له. نورمال ما يقولك شحال في عمرك، ما تقولك يا تحبي عمو يزيد. يا اخي تقعدي معنا؟ هي تحبي ماما ولا بابا اكثر؟ بابا. وماما كاش ما تحبيهاش؟ خلطت زبي. واش دير؟ قولي برك تضربني. ها تضربني؟ تضربك وبابا ما يضربكش؟
والو بابا مفشك ها. روحي 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 بنت بابا روحي روحي من هذه ولا بلاصه هذه بنت بابا. اليوم ماما اليوم 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 ماما تفهم معك اليوم. احبائي والله الاطفال البراءه البراءه تخرج من لسان الطفل والله غير لسان الطفل هو البراءه بنفسها. عمو يزيد لكم اغنيه الاسره على بالكم بلي كل شيء يندار في الاسره. اسراتي لما نلتم فيها فيها اغلى ام وابي ربي يرعى اخواتي ما احلاهم. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي راه إخواتي ما أحلاهم. تغنوا معي أسرتي. أي صفحة؟ 19 اللي عندهم الكتب صفحة 19. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخوتي ما أحلاهم. يلا معي. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. أمي نورتي دربي يا أحلى ما في الدنيا حبك ساكن لي قلبي ساكن روحي وعيني. أمي نورتي دربي يا أحلى ما في الدنيا حبك ساكن لي قلبي ساكن روحي وعيني. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. بابا يا أغلى الآباء حياتي تحليها لما ترجع في المساء هي الدنيا وما فيها. بابا يا أغلى الآباء حياتي تحليها لما ترجع في المساء هي الدنيا وما فيها. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. إخواتي يا هنايا معاهم أحلى لما يكونوا معايا ما تغيب الفرحة يوما. إخواتي يا هنايا معاهم أحلى لما يكونوا معايا ما تغيب الفرحة يوما. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم. الله يجمعنا يا رب في الدنيا ويهنينا يا ربي ويلم الشمل ويرعانا ويحمينا. الله يجمعنا يا رب في الدنيا ويهنينا يا ربي ويلم الشمل ويرعانا ويحمينا. شكرا شكرا شكرا. أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخوتي ما أحلاهم. في آخر الأغنية قلت يا ربي ويلم الشمل يرعانا ويحمينا. أحبائي الأطفال عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها سألوني. ماذا سألوني؟ سألوني من أكون في الشرق والغرب. أعطيلوا الميكرو أعطيلوا الميكرو. كاين هنا برعم راهو حافظ الأغنية شوية. أعطيلوا الميكرو. معليش قولوا لنا غير شوية مقطع منها. يلا سألوني من قلنا سألوني من أكون في الشرق والغرب. سألوني من أكون في شمالي وجنوبي. قلت ألا ترون إني جزائري. برافو 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 برافو. أحبائي هذه الأغنية من بين الأغاني اللي يعتز بها عمو يزيد بزاف لأنه لم الشمل
من شيم الرجال، لموا الشمل من شيم الرجال. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في الشمال والجنوب، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني سألوني من تحب ومن بعد ولمن كان النسب. برافو. سألوني من تحب ولمن كان النسب. قاعد يسقسوك انت وليد من، واش من دشرة، واش من قبيلة، والقوم تاعكم شكون. قلت يا للعجب إني جزائري. إني جزائري. أحبائي، يجب الإنسان، يجب عليه أن يفتخر بانتمائه لهذا الوطن الحبيب فقط، الانتماء للجزائر، لهذا الأرض الطاهرة. هذا الأرض الطاهرة لسقوها أكثر من 1.5 مليون شهيد. أرضنا طاهرة يا أحبائي. إذن احنا جزائريين. كل الاعتقادات وكل الاعتبارات الأخرى لا تهمنا. كل واحد حر في نفسه، وكل واحد مسؤول على نفسه، ولكن الانتماء لهذا الوطن الحبيب مسؤوليتنا كامل. إذن تغنوا كامل معايا. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمال وجنوب، قلت ألا ترون إني يلا معايا. سألوني من تكون. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. نحن ولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. نحن ولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. سألوني
من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. أعطونا الزغاريت على الجزائر ينسى. شكرا شكرا شكرا. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. شكرا يا عمو يزيد، ومرحبا بك في زلفانا، وشكرا على كلش، فرحتنا بزاف. شكرا على مبودي. شكر خاص بكم، بكم جيتوا بدائرة زلفانا. شكرا لعمو يزيد. شكرا لعمو يزيد. شكر خاص لدائرة زلفانا، مرحبا بكم في دائرة زلفانا، ونشكر شكر خاص جدا لعمو يزيد. يعطيك الصحة عمو يزيد اللي جيت لنا هنا لزلفانا. شكرا عمو يزيد اللي جيت لنا. شكرا عمو يزيد اللي جيت لنا لزلفانا. شكرا عمو يزيد، ومرحبا بك في زلفانا، ونورت زلفانا. اي غو ميرسي. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغنيلو، وسوف نهديك هدية عيد ميلادك. هيا نصفق ونغنيلو. هذا البرنامج برعاية رامي. شيبس مهبول قدم لكم هذا البرنامج.